دلوقتي هنتكلم عن صندوق مصر السيادي وأهميته، ولأي مدى بيعد نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني، وإزاي بيتصدر أو نجح في أن هو يتصدر المركز 41 عالميا، وأن هو كمان يتصدر المركز الثاني إفريقيا في حجم الأصول المملوكة له خلال الربع الأول من 2021، وإيه الدور اللي بيقوم بيه في توفير فرص العمل للشباب، بيحمي إزاي حقوق الأجيال اللي جاية من خلال تعظيم قيمة أصول الدولة. اسمحوا لي أرحب بضيفي دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. مساء الخير وأهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طيب خلينا قبل أي حاجة، لأي حد شايفنا دلوقتي وعايز يعرف يعني إيه صندوق مصر السيادي، اشرح لنا إيه هو هذا الصندوق؟ ببساطة صندوق سيادي هي فكرة موجودة في العالم من أكتر من 50 سنة، عبارة عن استغلال للفوائد اللي موجودة للدولة. يمكن عندنا صناديق الخليج، الحكومات الخليجية، الصندوق السعودي أو صندوق أبو ظبي أو دبي، وأيضا الصندوق الأضخم في الأصول عالميا صندوق النرويج، هم أشهر الصناديق اللي موجودة في العالم من التوب 10 زي ما بنقول. والفكرة كانت إزاي الدول اللي عندها فوائد كبيرة مثلا من البترول تقدر تستغل ده، لأن ده مورد ناضب، ازاي نقدر عشان حقوق الاجيال اللي جايه وعشان نضمن ان يبقى في توزيع للمخاطر يكون في عندنا صندوق بيدير بطريقه استثماريه وماليه كفئه اصول هذه الدوله عشان تفضل مستوى الرفاهيه للمواطنين يفضل يكون موجود. في الحقيقه الصندوق السيادي المصري هو واحد بيمثل الجيل الثاني من الصناديق السياديه في العالم، لان احنا عندنا فوائد الغاز والبترول مش كبيرة زي الدول دي، إنما عندنا أصول غير مستغلة وعندنا أصول مملوكة للدولة من عصور سابقة لا تدار بكفاءة. وبالتالي فكرة الصندوق السيادي المصري هي فكرة في جيل جديد من الصناديق بيتكلم على الإدارة الاقتصادية الرشيدة لأصول الدولة أو رفع كفاءة استخدام الموارد اللي موجودة. وبالتالي هنجد أن واحد من المحاور الهامة جدا لأنشطة الصندوق خلال الفترة اللي فاتت أو الفترة اللي جاية هي فكرة استخدام الأصول غير المستغلة وحصرها، ويمكن دي كانت مهمة موجودة قامت بيها الدولة المصرية ومؤسسة الرئاسة خلال ال7 سنوات اللي فاتوا. والصندوق بياخد بعض هذه الأصول مش كلها ويبتدي يدور على استخدام اقتصادي مهم ليها. حاجة تانية، السمة الأساسية للجيل التاني من الصناديق السياسية اللي منها الصندوق المصري هي فكرة إن ده يروح للمواطن، أن مش بتكلم بس على معدل عائد مالي بفكر المستثمر، إنما بتكلم كمان على حاجة مهمة جدا هي إن الصندوق ده يقدر يدخل في قطاعات تنموية ما كانتش موجودة قبل كده. فبنلاقي مصر المتميزة جدا في تصدير الفواكه من خلال أنشطة الصندوق تستهدف تصدير الأدوية. نجد إن مصر اللي بنتكلم فيها على نشاط سياحي جيد جدا 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 نتحدث فيها أيضا عن الرقمنة ودعم الصندوق في ده. نتكلم على الفاليو تشين أو القيمة المضافة للقطاع الزراعي ومشروعات موجودة عن الفلاحين من خلال الصناديق، التعليم وهكذا. وبالتالي هنا أنا مش بتكلم على ربحية تجارية ومالية بس، كمان جنب معدل العائد احنا بنتكلم على تغير نوعي في الاستثمار. يمكن الجيل الأول من الصناديق بيركز على الاستثمار ذو العائد المالي المتنوع والمرتفع. الملمح الثالث في الصندوق المصري اللي مش موجود في صناديق كتيرة جدا في العالم، التوجه للداخل وجذب الاستثمارات الأجنبية أكتر من التوجه للخارج. يعني الصندوق النرويجي أو الصناديق الخليجية دايما بتشوف إزاي فائض هذه الأموال تستغله في استثمارات خارجية. الصندوق المصري بيعمل حاجة مهمة جدا، إزاي نجذب استثمارات أجنبية من الخارج وشراكات، إزاي ندعم شركات مصرية ناشئة إنها تكون موجودة في محيطنا الإقليمي والأفريقي، وده توجه مهم جدا هي فكرة الشراكات الإقليمية. ويمكن ده بعد ثالث وملمح ثالث للصندوق المصري، مش
موجود في صناديق كتيرة في العالم، وبالتالي احنا بنتكلم على نمط مختلف. فاحنا بره الموازنة العامة اللي فيها عجز، التقليدية جدا اللي التحرك الاستثماري فيها بطيء، احنا بنخرج من ده بصندوق له أموال مخصصة، بالمناسبة هي تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لأن